السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو هنهضروا على علاش أريما إي سيسبوندي بوركوا لو سيستيم أريما إي سيسبوندي. جو في إيساي دو ريبوند أ سيت كيستيون. علاش رجعنا لهذا الموضوع هذا؟ لأن بزاف ديال الناس مازال تيسولوا علاش، وبزاف ديال الناس مازال ما مصدقينش، وبزاف ديال الناس مازال تيقول لك أودي علاش تخربق. كاين كاع اللي تيقول لك سير عاود قرا. المهم ما عليناش، نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على هذا السؤال هذا، لان مهم انكم تفهموا يعني تفهموا هاد لي رواج هادو، باش حتى هو فيها يعني فيها معرفه باش يعرف علاش كومون سا فونكسيون لي ميغراسيون اي بوركوا لو مينيستر دو لي ميغراسيون الى في لانونس بور سيسبوندر اريما. نقدر نريزيميو هاد الاسباب، ثلاثه ديال الاسباب اللي هما: اول حاجه سي ريزون بوليتيك، يعني سبب اللي هو سياسي، وكاين سبب اللي هو ادمنستراتيف، وسبب اللي هو ليغال يعني قانوني. قبل ما نتفرعوا في هذا التخربيق هذا، انا ارجع معكم على الفيديو اللي حطيت قبل اللي هضرت فيه. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش، تنصحكم انكم تشوفوا لي دو ديرنيير فيديو وبيان لي 3 ديرنيير فيديو. الاخراني هضرت على، طرحت لكم سؤال اللي هو بسيط، قلت لكم فوالا راه جاني اون اوفر دومبلوا ديال بليسكو 100 ميل، وشنو هو الراي ديالكم؟ وما كانوش اجابات كثار، وتنتمنى انكم تجاوبوا كما تنجاوبكم. ما عليناش. حاجه واحده اخرى، الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناه، حاولوا انكم تشاركوا باش يجي جديد. وهاد القناه هادي راه ما نكذبوا عليكم، ما تنطنزوا عليكم، فهمتي؟ المهم راه تعطيكم معلومات اللي تنفعكم. حاجه واحده اخرى اللي هي، كان هادي كيلكو سومين، يعني كان عندنا لي سبور اننا نوصلوا بهاد لاشين هادي ل 10000 ابوني في الاخر دي جونفي. و تنظن باننا كان عندي اوبجيكتيف اللي هو شويه امبيسيو، ماشي مشكل. المهم اللي تيعجبو الفيديوهات تيشاركهم، واللي تيعجبو الفيديوهات تي لايكي، واللي ما قادش يحط صبعو على ابوني ولا على لايكي ولا على بارطاجي، على الاقل يقول الله يرحم والديه. ماشي مشكل. نرجعو للموضوع ديالنا اللي ديال هاد الفيديو، علاش اريما اي سيسبوندي. كما قلت لكم كاين سبب اللي هو سياسي بمحض، وباش نفهموا هذا السبب هذا خصنا نفهموا كيفاش هاد الغوفيرنمون هادي كيفاش طلعت الغوفيرنمون هادي. غوفيرنمون جديده اللي اول مره شدات الحكم، وشداته يعني انطلاقا، يعني اعتمدت بالاساس على جوج ديال البرامج في البرلمان ديالها، على جوج الملفات. الملف الاول هو الهجره، والملف الثاني هو توسكيتوش لي ميزيلمون. وغان نقول لكم علاش، لانه هما قال لك بانه بينقصوا من لو سوي دي ميغراسيون لو فوليوم. هذه الاولى، علاش قال لك بان راه ايلسون كاينين شي واحد الشريحه من المجتمع اللي صوتت على الغوفيرنمون، لان تتامن بهذه الفكره هذه بان راه كاينين بزاف ديال زيميغرون، وسيرتو لي ميغراسيون اللي جايه من المغرب، يعني سيرتو هادو هما اللي تيديرونجيهم بزاف. الغوفيرنمون الى يعني اعتمدت على هذا الدوسي هذا باش انها طلع الحكم. ودوسي واحد اخر هو توسكيتوش لو فوال، يعني حجاب، يعني انه بين انترديو دابا راه بين انترديو لو فوال من على المعلمات ولا توت لي جون كي سون دون ان بوزيسيون دو بوفوار. يعني الغوفيرنمون يعني هذا هما لي زوبجيكتيف ديالها باش انا شدت الحكم. باش طلعت انا استضافت واحد الواقع اللي هو شنو اللي هو ان كيخاص لا مان دوفر، وبان عندها دواسه بزاف، وهذه باش تقاو راسو بان عندهم دوسه بزاف، ما يمكنش يحقو يعني الهدف ديالهم اللي قالوا. يعني اول حاجه خصهم يديروا انونس بان عندهم بزاف ديال الملفات، ما يمكنش لهم يتريتيو في اريما، خصهم انهم يتريتيو الدوسه اللي ديجا قبل هادي، باش انهم يقولوا بان راه المشكل باش من عندنا، المشكل راه ديجا كاين. يعني حتى لما نجحناش في لما حققناش الهدف ديالنا في هذا العام هذا ولا العام الجاي، راه مشكل جاي وارتينو من الحكومات اللي قبل. يعني هذا يعني سبب من الاسباب السياسيه. السبب الثاني هو اللي هو ادمنستراتيف، هو وزاره الهجره الكيبيكيه
ديما في شحال هادي وما عندها مشاكل في تريتمون ديال الدواسة، وعندها مشاكل كثيرة، وداك الشيء عام مردوم. يعني الا كان شي افونتاج بالنسبة لهاد، الا كان شي افونتاج بالنسبة لهاد الانونس هذا، على الاقل بانه راه انونسا شي حاجة اللي يمكن لها انكم تعرفوها، اللي يمكن لها تفيدكم، فهمتي؟ يعني ما بقاش من غادي تتسنى هكاك، على الاقل بانه عارف بان راه كاين دي ديلي. والسبب اللي الثالث اللي هو يعني ما تنظنش واش ان شي واحد ديجا هضر معكم عليه، وهو سبب قانوني. علاش خصكم تعرفوا واحد القضيه؟ بان بزاف ديال الناس اللي دافعين من 2015 2016 داكشي، كاين فيهم بزاف اللي انهم رافعين دعوى ضد الحكومه الكيبيكيه. علاش؟ لان سي جوريديكمون، يعني قانونيا ما يمكنش ان الناس اللي دفعوا في 2015 2016 ان لي ريغلومون تبدلوا، يعني القوانين تبدلوا وتجي تحكم عليهم بالقانون هذا. هما دفعوا في واحد القانون اللي هو قديم، ودابا تحكم عليهم بقانون واحد اخر جديد. يعني هذا المشكل هذا راه مطروح. يعني شحال من واحد تيرفضوا ليه الدواسه ديالو اللي دفع من شحال هادي، ومؤخرا عاد طريطاو الدوسي ديالو وتيقولوا لي بانك مرفوض، مع العلم بانه باش دفع لقيته باش دفع كان خصو يكون مقبول. يعني شحال من واحد خد البادره بانه تيرافع تيتابع قانونيا وزاره الهجره وعنده الحق. وبالمناسبه تنفتح واحد القوس، الناس اللي كاينين في هاد لا سيتياسيون هادو اللي تسمعوا الفيديو هذا وعندهم هاد المشكل هذا، انهم دافعين في 2015 2016 ولا 2017، ويعني كانوا خاضعين للقانون القديم، ودابا تبدل القانون انا ترفض الدواسه ديالهم، راه يمكن ليهم يديروا دعوه. وكاين الركور دابا، كاين الركور ضد الحكومه. واللي في هاد الحاله هادي كتب لي كومونتير او جو بو ليغوي، يعني يمكن لي انني نغوي باش انه شنو نقدر يدير. يعني هادو ثلاث ديال الاسباب الرئيسيه علاش يعني الحكومه الى سيسبوندي لو سيستيم. وواحد التوضيح، راه شحال من واحد باش نقول سيسبوندي سيسحب واش انه وقفوه نهائيا، راه ما وقفش نهائيا، راه يوقفوه يعني مؤقتا، على بين ما انه ما تريطو الدواسه اللي عندهم قبل. وهذا الحل هذا حل اللي خداوه هما. اما بالنسبه للناس اللي عارفين اونتري اكسبريس، راه حتى الغوفيرنمون فيدرال لقيت اللي حطات سيستيم فيدرال باش حطات اونتري اكسبريس، راه كان عندها مشاكل ديال لافونتير، كان عندها بزاف ديال لافونتير حتى هي الي اون كور. ولكن شنو دارت هي؟ خدات واحد الحل واحد اخر اللي هو حل حتى هو مزيان، انها رجعت الناس الدواسه ديالهم ورجعت لهم الفلوس ديالهم، وقالت لهم راه ما عطيتوش الدواسه ديالكم، عاودوا دخلوا في اونتري اكسبريس. يعني كان على الاقل بنادم ردت للناس الفلوس ديالهم ديال لي فري ديال تريتمون الدوسي، وقالت لهم راه ما يمكنلكمش تعاودوا تدفعوا في اونتري اكسبريس، وعلى الاقل بان حيدت لافونتير وبدات مرحله جديده اللي هي مع اونتري اكسبريس، ودابا راه ديري ديالها مزيانين. يعني هذه بخلاصه الاسباب اللي ادت للسيسبونسيون ديال اريما بور لانستون. هما قالوا سي مو يقدر يكون قل يقدر يكون اكثر، ولكن هذا ماشي يمنعش ان الناس اللي باغيين يجيو لكيبيك راه ديما ديجا كاينه فرصه، ديما كاينه فرصه كما قلت لكم. وكاين بروغرامات وحدين اخرين، راه حطيت فيديوهات وحدين اخرين للناس اللي ما شافوش الفيديو الحال. يعني راه كاين فيديو ديال لو بروجي بيرود ديال لي بروفانس اتلانتيك، راه يمكن لكم تشوفوا، راه حتى هو راه بروغرام اللي ساهل، يمكن لكم انكم تدفعوا فيه. وكاين حاجه واحده اخرى، ان الناس اللي مازال ما دفعوش، راه يمكن لكم تبريباريو راسكم دي سي موا راه تدوز بالزربه. يعني راه باش تبدا باش بدا اريمال دابا راه داز ديجا سي موا تقريبا. يعني ما بلا ما يديرش ما يتقلقش ويبريباري راسو مزيان. يعني هادي بخلاصه، تنتمنى ان هذا الفيديو هذا انه يوضح المساله ديال السسبونسيون ويوضح الاسباب ديالها. ولا عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه يمكن تطرحوها في لي كومونتير. عجبكم الفيديو بارطاجيو ولايكيو، ديروا لي سيو دي كومونتير. الا ما عجبكمش دي لايك ديزلايكيو وقولوا لنا علاش وبارطاجيو. واللي ما قادش يدير هادشي هذا كامل على الاقل يقول الله يرحم الوالدين. المهم، السلام عليكم وحياكم الله.